مساء الخير مجددا، مرحبا بكم معنا في جزء ثاني من الجمعيه. نصر معكم حتى لل11 نتاع الليل. محلاها لما تو في البلاتو وقت اللي تكون ثلاثه رياضات الجماعيه الاولى في بلادنا ملمومه. يعني عندنا سي مختار طبيعه فوتبول وهاندبول كديما توت رياضه 4x4. حدا سي عبد الباقي يلتحق بنا، سي سفيان جليبي نائب رئيس جامعه توصيل كره سله. مساء الخير سفيان. مساء الخير. وعلى اليسار شوفوا محلاها الديمقراطيه في الجمعيه، رجال على اليمين ونساء على اليسار، قمه التفرقه العنصريه. مدام هاني جنيبي مساء الخير. مساء الخير. صباح الامور اليوم بعد الكونفرنس الحمد لله. طب بعد نحكي فوت، خلينا نبداو بالباسكيت. ليديز فيرست، عاده انا اليوم باش نبداو بالباسكيت لانه الحدث يفرض روحه، وغدوه ان شاء الله باش تكون موعد لاختتام موسم كره السله. والنقطه اللي باش نشير لها وباش تفاجئ برشا عباد، يعني الجامعه التونسيه لكره السله عطات روزنامه الموسم الجاي. تصوروا يعني سي عبد الباقي، بربي تعليق بسرعه قبل ما نشوفوا الفي تي. سي عبد الباقي اش قولك؟ والله مش غريب على الجامعه هذه وعلى سعلي البزرتي. صح. انا والمجموعه اللي خدمها بصراحه تو سنوات معناها جامعه كره السله قاعده تقدم في اداء جيد جدا وعصري جدا ومتلائم مع متطلبات رياضه تتالق وتنجح والنجاحات جات ويعطيهم الصحه. جاوبنا على هذا بعد ما نتفرجوا في التقرير الخاص بالندوه الصحفيه للجامعه التونسيه لكره السله. البطولة كما تشوفوها وفات عدت الحقيقة عرس يشرف كرة السلة التونسية. قدامنا رهان كبير هو يوم السبت القادم، هو نحب ننتهيو الموسم الرياضي بنهائي الكأس. النهائي هذا اش حبيناه يكون عرس بأتم المعنى في جميع المستويات، نحبوه احتفالي، الجماهير يتحلوا بكل روح رياضيه لتشجيع فريقهم مهما كانت النتيجه. احنا كجامعه ساهرين على التحكيم باش يكون في مستوى كما وعدنا وكما شرفنا طيله الموسم، تحكيم نزيه. كل فريق يطلب منكم الصحافه ولن تطلبوا المسؤولين الرياضيين مني ثم الاطار الفني ثم اللاعبين باش يتحلوا بكل رياضيه ويكونوا مثاليين فوق الميدان. البرنامج بتاع المنتخب هو برنامج مسطر من اول السنه، والحاجه الجديده اللي معناها السنه تبخيناها وانه برنامج تحضيرات المنتخب 2015 حاضر، معناها حاضر اون غون بارتي افيك الماتشوات والكل، معناها تحضير عام جاي. دخلنا في نوتر ريتم دوك اللي مشينا للجوز اولمبيك، دخلنا دون ان نوتر ريتم ودخلنا نخدموا مع الدول المتقدمه في كره السله، والبروجرام ان شاء الله تاع العام الجاي حاضر. بالنسبه للصيف هذيا معناها خممنا شويه، قعدنا شويه مع اللاعبيه. يا دي جوار كي سون معناها وبو دي رولو، فما ناس عندهم 7-8 سنين ما تحتش، فما ناس تلعب بروفيسيونيل. واحد كيما صالح معناها ومكرم لعبوا فوق ال 45 مباراه، معناها مكرم لعب فوق 45، صالح لعب 58 مباراه، معناها سي انورم بور او. صالح يكمل الشامبيونان نتاعو لو 28 ولا 29 جوان، معناها حبينا الملاعبين هذوما نرتحوهم شويه. ودونك خذيت على عاتقي باش نحاولوا نغيروا شويه، لانه شفنا وانه يلزم شويه تغيير في المنتخب، لانه فما لاعبين وصلوا للسن اللي ما تنجمش تكون عندك دون اون ايكيب 4 و 5 جوار كي اون بليس 33 ولا 34 عام. لو تو هو اون فا فير اون كونفيرونس دو بريس نعطو فيها كل البروغرام، اما كي حد يجي يطلبني في البروغرام انا مش خاطرش في تقضي هو البروغرام هذا في حاجه في تقضيها، فما شيء لو بروغرام تراسي كل شيء غريب. تحية محمد تونسي على التصوير وذاكر بن علي للمونتاج. سي سوفيا نبدا بنقطة، يعني مالغري انه فما برشا حديث في الكونفرنس، يعني فينال تقديم روزنامة، أكيد تحضيرات متواصلة للبطولة الإفريقية للأمم 2015 تحتضنها بلادنا، لكن قضية أحمد بن سعيد اللاعب اللي اتهم الجامعة أني طردته من التربص ورفضت يعني مواصلته المشاركة مع المنتخب بسبب اللحية نتاعو، غطات على هذا الكل، ما الحقيقة في اللي تقال في الحكاية هذه؟
صحيح احنا ضد الصحفيه ما تطرقنا لعده نقاط صحيح ونقاط تهم مستقبل كره السله ومعناتها نقاط هامه وشوفوا كونوا بالنسبه لنا قاعدين نقدموا قاعدين نطوروا بلعبه كره السله صحيح كونوا حادثه كيما هذه ما حبيناهاش كونوا تغطي على الاحداث الكبيره اللي معناتها من المفروض باش الاعلام ياخذها بعين الاعتبار معناتها وقاعد معناتها الا انه معناتها في لاحظنا حتى في صفحات نتاع الفيسبوك كل معناتها تغات نوعا ما على ما نقوم به من نشاطات وما نقوم به معناتها من مساهمه في تطوير كره السله. نحب نرجع لها واحنا ما قلقناش باش نتحدثوا فيه الموضوع باعتبار كونه معناتها كما قلت معناتها طغى على الاحداث في اخر الاسبوع. هو اللاعب هذا لاعب الاتحاد المونستيري هو لاعب شاب ومعناتها طغى بثقه المدرب الوطني و أول مرة يقع معناتها دعوته اللاعب في ضمن معناتها النخبة صحيح كونه اللاعبين جدد معناتها يلزمهم تأثير ويلزمهم معناتها نوع من معناتها نوفيل كوندويت بالنسبة للاعبين هذوما كيما أول معناتها كل تربص رئيس الجامعة يمشي يتصل بالوضعية باهي ما لقاوهاش ممكن في جامعات أخرى في أول معناتها تربص مشى اتصل وحضر في الحصه الاولى نتاع التدريب ولم جوارات معناتها كل اللاعبين وكله قال لهم شنو اللي ينتظرهم من سلوك شنو ينتظرهم من معناتها بالنسبه للاعبين الشبان راهو مستقبلكم معناتها كلهم في معناتها في قدام خلينا بالضبط عندنا احنا يمكن من الجامعات القليل اللي عندنا ميثاق لاعبي النخبه اللي فيه حقوق وواجبات معناتها كل لاعب يلتحق به اعطاهم نوعا ما معناتها خلاصه من اللاعبين اللي يقع معناتها لازم يكون معناتها سلوك وهندام وكذا معناتها بالنسبه حتى بالمظهر كذلك وكاهو مشى على روحه رئيس الجامعه روح من غدوه الصباح معناتها اللاعب هذا معناتها يغادر التربص بدون اذن حتى حد يعني ما يجهلوش الحديث صدقوني معناتها هذا معناتها الحادثه كما صارت بالضبط معناتها ما فماش حتى تاويلات ولكن معناتها نجم نقولوا اللي كانوا فما ناس استغلت وحاولت معناتها باش تاول وتكبرها هو غادر يتضح كونه لاعب هذا معناتها عنده لحية مش عيب فما معناتها شكون عندهم لحية وفما شكون معناتها يلعب ديجا موجود ولكن ثلاثة اللي كان واضح قال خرجتوا على لحية لا ما قالش خرجتوا على لحية قال لا ما فماش هذايا قال يلزم ينظف لحيته ويلزم قال هو غادر بين تلقى نفسه احنا ماهوش ممكن باش تهذيب تهذيب مش نحية في الندوة الصحفية قال بعد ما غادروا لكن ما كانش مغادرة معناتها الطرد كما وقع معناتها تداول حتى في السير عليه اللي وقع طرد اللاعب هذا هو بلحية هو عيط له كيفاش يقع طرده هو مش جديدة معناتها هو معناتها وقع دعوته للفريق لا يكون عيط له قال له نحي اللحية الاخر قال له ما نحيش طرده مش ممكن ومش من ادبياتنا ولا مش من معناتها من صلاحياته هو باش معناتها بيتوش القرار الاداري اللي خذيتوه فما حتى قرار دي هو غادر من تلقى نفسه وهذا معناتها يرجع للممر الوطني هو اللي اتخذ القرار بالنسبه لنا احنا كمكتب جامعي لا ندخلوا في القائمه لا ندخلوا لا في طرد جي ممر اللي يدرب جي يقول انت برا روح خاطر عندك لحية هذا مش ممكن وماهوش من صلاحيات لا رئيس الجامعه ولا الاعضاء ولا مسؤول انا بصفتي مسؤول على فريق الاكابر النخبه شو تقول اللوجيك اذا لاعب غادر والجامعه بريئه من مغادرته يتعاقب لفرض الانضباط في اطار الميثاق هكا ولا لا هل ستتخذ اجراءات اداريه ضد اللاعب هذا؟ هذا نستناو في التقرير يقوم به المدرب الوطني واحنا توا معناتها في عرس كره السله وقاعدين نحضروا في النهائي هذول اللي ماهوش باش يغطي على معناتها التحضيرات وقاعدين نحضروا اعطينا العرس هذا ان شاء الله بحول الله معناتها تتعدى المقابلات نتاع النهائي في احسن ما يرام خاصه واحنا معناتها بالنسبه للنهائي هذا نحبوه يتعدى لانه معناتها تجربه لنا كما تعرفوا تونس باش تحتضن معناتها نهايه البطوله الافريقيه في الصيف القادمه وحبينا معناتها يكون معناتها حفل تعرفوا اللي كانوا لعبه كره السله هي قبل كل شيء هي سبيكتاكل
يعني ما حبيناها تكون معناتها عرس كرة السلة والبرنامج معناتها كما تشوفوا حافل فيه حتى مقابلات ثلاثة ضد ثلاثة باش تكون فيه الفرجة حاضرة وتكون فيه معناتها حتى فريق نتاع الفرنسي جاي من فرنسا الجريزي دانكس دونك تكون إن شاء الله الفرجة حاضرة وإحنا في حاجة لها وفي حاجة حتى للجمهور الرياضي باش يحضر ويتفرج ويتمتع. تقييمكم خلينا نكملوا بسؤال كم تسعة السوفين تقييمكم للموسم يعني البطولة أخذها الأفريقيا الأسبوع الفارط غدوة نهاية وتقديم رزنامة يعني بالنسبة ليكم راضيين على أداء المكتب الجامعي سنة فما مرحلة تقييمية وإلا الخدمة باش تخليكم تقيموا بعد مرحلة كأس أفريقيا وبطولة أمم الأفريقية تقيموا معناتها الموسم الموسم هذا الموسم الرياضي معناتها كما تعرفوا التنافس على شد ومعناتها بالنسبة حتى للبطولة معناتها ما عرفنا الفايز إلا في الدقائق الأخيرة معناتها بالنسبة فما مقابلة أولى ومقابلة ثانية ومقابلة ثالثة حتى المقابلة الثالثة معناتها تفرجوا فما مستوى اللي يشرف كرة السلة ويشرف معناتها المستوى اللي وصلت له كرة السلة التونسية وخاصة معناتها فما عدد لاعبين اللي فرحنا هو عدد لاعبين اللي نجم يعتمد عليها معناتها المنتخب خاصة اللي يكونوا معناتها لاعبين فما اللي يكون ولا يلعب في بطولات عالمية إن شاء الله نزيدوا ننتقيوا معناتها لاعبين آخرين كيف يمشيوا على نفس الاتجاه اللي وصلوا له معناتها اللاعبين. نذكروا غدوة الخمسة تاع العشية الفينال بالنسبة للرجال باش تكون بالنادي الإفريقي وشبيبة القيروان باش تكون كما كان يحكي سي سفيان برنامج كامل في تسليم أفضل لاعب فيها تنشيط فيها برشا نشاط فرصة باش تبدلوا يزيكم الفوت شويه باسكيت. احنا تو باش نحكيو هون شنو نتفرجوا في الندوه الصحفيه اللي عقدتها ضيفتنا السيده هنا جناوي علاش بالضبط الندوه الصحفيه هذيا وبعد نرجعوا للبلاتو باش نحكيو معها على اكثر تفاصيل. كونفرنس دو بريس هذيا après mince réflexion قررت باش نعملها اليوم على خاطر أعطوني عقوبة متاع 4 أشهر اللي حد الآن مانيش فاهمة علاش وكيفاش قتلت روحي يمكن ما نعرفش دونك حبيت نوضح برشا أمور بعثوا لي استدعاء باش نحضر اجتماع بعثت لهم مكتوب باش نوخر الاجتماع باش يوخر الاجتماع هذا مع البيي دافيون تاعي بيسكو أنا ما كنتش موجودة في تونس وما كنتش نتصور اللي انا هذاك معناتها ماهوش اجتماع كونسي ديسيبلين ان جور ابري نقرا في الفيسبوك اللي انا معاقبه 4 أشهر وبعد يبعثوا لي القرار نتاع العقاب حسب اقاويل الديليغي حسب اقاويل الممبر فيدرال ليلى زراح والاقاويل نتاع شنو عندي الماتش صورته عندي لي زاكوتي دو ماتش في دو ماتش غيانا سينالي في الماتش هذاك نرجع له انا سيتي لو 12 افريل ضد المهديه أنا طلبت باش يطبقوا لي القانون والبلاغ اللي خرج من وزارة الشباب والرياضة اللي يقول في البلاغ متاع وزارة الشباب والرياضة الفريق اللي يستقبل يقبل 5 أعضاء من الفريق الزائر وبلاغ آخر خرج من الفيدراسيون تونيزيان دو هاندبال يحط يقول لي فما 7 دونك أنا حبيت نطبق القانون ويدخلوا لي كان 7 إبا رئيسة الرابطة اللي هي هالة الشمساوي جات دايوغ مانيش عارفة علاش واللي نبهت فيه اللي تجي رئيسة الرابطة غادي تحكم بحكامها المجرم كي يقتلوه يتعدى في مجلس التأديب ويسمعوا القاضي أنا ما سمعني حد هنا الجناوي أنا حسب رأيي نشوفها اللي هي مظلومة عليه والله معناتها واحد يتعاقب 4 أشهر فماش قانون يقول فما انا حسب تجربتي معناتها حسب انا ممارستي لعبت كره اليد ما فماش قانون يقول 4 أشهر وحسب الوثائق معناتها اللي هي اعطتهم لي هنا الجناوي الرابطه بعثت لها معناتها هي باش تمشي الاجتماع ماهوش كونسي ديسبلين من غدوه يطلع القرار اللي هي معناتها معاقبه 4 أشهر سور كيل كريتير معناتها انا حسب رايي ديما نقول حسب رايي في الفي دو ماتش ما فماش معناتها ريانا سينيالي في اقوال مين واقوال شكون ما هذه حاجة ما نعرفهاش السيدة هل الشمساوي واللي معاها لما قروا يعني تجاوز المنشور اللي صار وحاضر فيه رئيس جمعيتهم يعني من غرائب صدفهم التناقضات ما عليها كانت تمتثله لأن هي في البداية وفي النهاية وخاصة في الأمور هذية يعني بتاع حضور الجماهير من عندهم هو قرار أمني مش قرار لهالة الشمساوي لغيرها قانونيا قرار خاطئ من ناحية القانونية على خاطر يهم تطبيقات الفصل 155 مكرر اللي يعطي اختصاص مطلق للمكتب الجامعي الرابطة تفك الاختصاص هذايا تصدر قرار
مش مشكل حتى يصدر القرار وخاطئ. عندنا نحن ديما نمنوا بهيك التقاضي، تم استئناف القرار، نتصوروا كان مش يمشي الامور عاديه، طلبنا استعجال النظر، تم موافقه على استعجال النظر، تم نظر الملف يوم 9 ماي على انتظار انه يوم 9 العشيه يصدر الحكم باعتبار انه يوم 10 تم مقابلات، لكن قعد نطولوا نطولوا. كل ما نسالوا علاش القرار ما صدرش نلقاه واحد او نهار ثلاثه، نهار الجمعه، نهار ثلاثه، نهار الجمعه، نهار الاربعاء. من بعد قالوا لا راهي الرابطه ما حبتش تعطينا الملف الابتدائي. من بعد الرابطه بعثت نسخ ما بعثتش الاصول، من بعد بعثت الاصول، من بعد بدينا نبحث نحن علاش التطويل هذا، ما فماش حتى تبرير معناتها منطقي. فهمنا اللي ثم تدخلات من قبل الجامعه، الضغط على استقلاليه لجنه الاستئناف، نزيد نربطها باستقاله العضو الجامعي معاذ بن زايد اللي هو رئيس لجنه التقاضي، تلقى تفهم اللي ثم ضغط على لجنه الاستئناف باتجاه عدم اصدار القرار. فوالا يظل الموضوع واضح. خلينا نحكيو نمشيو شويه على اليسار نسمع صوت السيدات والنسات في البلاتو. يعني شيماء باش نسالك انت، مازلت شاده في موقفك مع سي مختار في بدايه البرنامج دوله القانون والمؤسسات قدام تصرفاتك هي، قرار استئناف يجمد، الرابطه تتجاوز صلاحياتها وتقوم باصدار عقوبات المكتب الجامعي يعاقبها، مسؤوله من الرابطه هي تحل البيبان ودخل رئيس الرابطه، يعني هي تحل البيبان وتدخل العباد في القاعات. مازلت شاده في موقفك دوله القانون والمؤسسات والا تراجعت بعد بساعة؟ لا، مازلت شادة في موقف دولة القانون والمؤسسات. صحيح ساعات فما تدخلات إلى غير ذلك، لكن في نهاية المطاف راهو القانون مش ياخذ مجرى. وفي نهاية المطاف صحيح هي توا ماخذة عقوبة بأربع شهور، ما عندهاش الحق معناها تهبط سور تيغان وتقعد على البنك، اللي هي غريبة القانون هذا أول مرة نسمع به. ما عندهم ما عنده وين باش يوصل. لكن الكلام بتبيع حسب الروايه اللي حكيتها مدام هنا القنيوي، خاطر نحن اتصلنا بمدام هلا الشمسيوي ومازلنا اتصلوا بها وما تحصلناش عليها، يعني مش ناخذوا على خير دي فيرسيون. بتبيع مصدقين مدام هنا، مصدقين الناس اللي كانوا موجودين في الكونفرنس، لكن اكيد فما روايه اخرى، فما اقوال اخرى. باي قانون نجم تاخذ اربع شهور تعاقب رئيس الجمعيه لانها طبقت القانون؟ تطبيق القانون، كي نطبقوا القانون ما نتعاقبوش، كي نطبقوا القانون نحترموا انفسنا، واللي ما يحترمش نفسه ما عندوش بلاصه في الرياض غير ضرب. مدام هنا ساعة مش ظاهر عليك معاقبه، يعني فرحانه نتصورك هكا دو بونيمور، يعني شي توجور دو بونيمور. اي بي شنو مؤيداتك؟ يعني سمعني قلت صورت لي زاكوتي، صورت الماتش، يعني شنو مؤيداتك؟ مانيش باش نحكي على مؤيدات القانون، على الاقل البصريه اللي انت ماليه بها كتافك كما نقولوا فيما يخص الموضوع هذا. هي ماهيش مساله باش نملى كتافي ولا ما نملاش كتافي، هي مساله انا شنو نشوف في تونس. اللي يخدم في تونس يعملوا له برشا عراقيل. قبيله نسمع فيكم تتكلموا عن النباره وعلى العراقيل. انا نقول حاجه برك، دايوغ جيت لهنا واستدعيتونا وقت اللي روحنا من البطوله العربيه وجينا الثالثين، وحكيت زاد على المشاكل اللي تعرضت عليهم تعرضت لهم في المهديه، والمشاكل واللي باتون دون لي رو اللي حطهم لي رئيس الجامعه كريم الهلالي معناتها افون لا بارتيسيباسيون، وكنت باش ننسحب في المهديه وقت اللي لعبنا وربحنا وتعدينا قبل جمعيه المهديه. اي با اون جوي انا في كو فير، معناتها باغي صارت تجاوزات في المهديه من طرف الجمعيه النسائيه المهديه، خاطر ما يلزمنيش نجمع المهديه الناس الكل قدام الناس الكل في الوتيل قدام الصحفيين، ضرب لي بابي تواليت، سبان في البنات. دونك موا باغ ميزور دو سيكوريتي وقت اللي جيت باش نلعب مع المهديه في مقرين، وخرج البلاغ من وزاره شباب الرياضه 11 افريل، لو 12 افريل اون افي لو ماتش، وخرج في الفيسبوك وفي الفيدراسيون تونيزيان بلاغ كوم كوا الفريق اللي يستقبل سبعه من الفريق الزائر. انا جبت 3 سيكوريتي وما عندي جمهور، قلت نحب بار مزور دو سيكوريتي طبقوا لي القانون هذايا، القانون هذا عملوا عليه اجتماع في الوزاره أربعة ولا خمسة سوايع خدموا عليه طبقوا لي القانون. هكا هو خرجت شي ربع ساعه باش نمشي نشري اللاستوب تاع باش نرجع، يجيني السيكوريتي يقول لي راهي المدام هذيك دخلت الجمهور. مشيت لها قلت لها مدام هلا شمساوي علاش دخل في الجمهور؟ نحبك تطبق القانون. قالت لي ما يسالش خليهم يدخلوا. قلت لها فماش ما يسالش، فما قانون يطبق من فضلك. لا، جات مدام ليلى زراع كي مومبر فيدرال، وهذو مزوز جاو ما عندهمش اوردر دو ميسيون، فما ديليغي عنده اوردر دو ميسيون، جاو متفرجين نورمالمون. اي بان جلي روتروف في الطابل. هلا الشمساوي قالت لي لا، طلبت انا سي مراد المستيري فيس بريزيدون تاع الجامعه التونسيه، قلت له سي مراد راهو الحكايه فيها وفيها. قال لي
عندك الحق هنا يدخلوا كان سبعة. وعديت التليفون للديليجي لطفي شبشوب دايوغ كل شيء مصور ويمشي معاه ويكلم فيه و... ورجع قلت لها هلا هاو سي مراد معاي. قالت لي أنا رئيسة الرابطة أنا نحكم. قلت لها تحكم في حوايجك. هذا فما بلاغ فما قانون يتطبق إيه فيك سارة وما طبقوش باش نختصروا من بعد نختصروا صار الاستئناف اللي تعطل وحكيت إيه صار الماتش. أنا جفي ولا بوتيت كو سي دو ا سا جفي اون ليتر اوفيرت ا لا فيديراسيون تونيزيان دونبال اللي حكيت فيها اللي صار من الاول للاخر وطلبت منهم باش يعاقبوا ولا يلقاو طريقه يفهموني. قلت يا اما قتلوا يا اما انت كرئيس جامعه ما وصلتش البلاغ للاطراف نتاعك نتاع نتاع هذه الرابطه النسائيه والا انت وصلت البلاغ نتاعك والرابطه النسائيه ما حبتش هذه هلا شمساوي ما حبتش تطبق القانون ونطلب منكم معناتها باش تعطيوني حقي وتقولوا لي الحكايه فما البلاغ فما قانون تبدل سامحني نكمل لك اي دونك جي انفويي اون كوبي او ميديستير وزاره الشباب والرياضه بعثت الماتش كامل وبعثت لي زاكوتي زادا وزاره الشباب والرياضه بعثت لهم مكتوب باش يقولوا لهم وين دي لونكيت وين معناتها اسكو فوز افي في لونكيت اترافير سا جو روسوا اون انفيتاسيون لا نشوف في فيسبوك اللي انا متعاقبه اربع شهور بالفيسبوك نطلب خاطر انا نعيش في باريس وقتها روحت نطلب الكاتب العام في مكرين نقول له ستارق لخي انا متعاقبه علاش عملت وقبل ما نشوف هذاك يبعثوا لي استدعاء لاجتماع حول الاحداث اللي صارت في جمعيه مكرين الرياضيه نبعث لهم انا جواب ونقول لهم راني ما نجمش نكون حاضره في الاجتماع هذاك لو 22 افريل وهاو الكوبي نتاع البي ام تاعي نخدم راني في باريس حاولوا توخروا الاجتماع على فان دو موا لو لوندوما لو 23 يخرجوا فيا قرار حسب اقاويل ليلى زراع حسب اقاويل هلا الشمساوي يعطيوني اربع شهور حسب الاقاويل وهذا من الزوز ما عندهمش ميسيون وما عندهمش الحق باش خليك بوز سي عبد الباقي وي في الحلقه الاخرى قلنا شحال الامبيونس تخمم وعندك لا بيت عجب ربي مش قاولك هاي دوره القانون والمؤسسات يعني والله ايش نقول لك انت سيادتك عايشه في فرنسا اش مزيد عايشه في فرنسا تخدم في الرياضه التونسيه ديك تخدم على بيت تونس معناها احنا يلزم تتاقلم مع جونا فهمت هذاك جونا كاو فهمت واش في الانبور برك ولا سبور نتاعنا رئيس الجامعه شو هو دور رئيس الجامعه يحافظ على بلاصته توا يمكن والله رئيس الجامعه يظهر لي انت سي مختار تعرف رئيس الجامعه انا رفضت باش نخدم معاه وندخل معاه في القائمه نتاعو انت كنت في القائمه المنافسه باش نوضحوا زاد مدام هي انا كنت لا كنت باش ندخل في قائمه لا حد شايرها اي انا عيطني كريم الهلالي قال يدخل معايا في قائمه ومحسن جباره في قائمه لقيتهم في شمسه فيم قاعدين يتعاركوا مشيت لمحسن جباره قلت له يا سي محسن راني ما ندخلش معاكم انتم كان في هكا على تيلي ولا في الراديو تتعاركوا مالا كان نبداو اون ريونيون ني با داكور باش تاكل بعضها عيط لي سي كريم الهلالي هكا قال لي جاني في الكونكورت في اوتيل اللاك عندي سيمينار جاي قعدت على الوتيل نقص من الوتله سي با عيط لي قال لي هنا اجا معايا في الـ في الـ في الليستا في القائمه معايا وكل قلت له يا سي كريم انا سا نو مانتيريس با راني باش ندخل في الفيدراسيون مومبر انا سكو جو فو سي ايدي لي كلوب ان تونيزي قال لي انا كنت حاطت هاديه بن حسين باش نقولها لعمري لا قلتها بيتيت حاطت هاديه بن حسين وانت تو مونليف اون ايبين تنحطك انت بعث له مايل في الليل قلت له ميرسي بور تا كونفيونس اما راني ما نخدمش معاك دخلت في ليستا مع سي علي فرحات خلينا نزلنا شوف هي راهو باش نكونوا واضحين الجامعه ما عندهاش دخل في الموضوع هذا معناها توسكي اورغانيزاسيون دو ماتش سي الرابطه ونبداو هنا أي 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 المشكله نتاعك صارت مع الرابطه لكن لكن وقت اللي الرابطه تعطيني عقوبه باربع شهور وتطبق على الارتيكل 155 اللي ما ينجم يحكم فيه تستينف. كان كان معناها كان الفيدراسيون كان الجامعه انا استنفت الاستنف مازالت النتيجه نتاعو من لو 2 مي جوسكا اوجوردي حسب المتر بالمية تو يقول انه الرابطه قاعده تتلكا معناها ما تقولش الاوراق وتمهطل اخرى من الجامعه قاعده تمهطل على خاطر يقول لك سي معاذ انا متاكد انك في الاستئناف مش تاخذ حقك
أنا يمكن زادة متأكدة، لكن باش يجي حقي أنا توا خسرت 3 أو 4 ماتشوات ما لعبتش، ما دخلتش على البنك، وأنت تعرف وقت اللي تبدأ جمعية صغيرة، خاطر أنا رجعت نعاون في جمعيتي مجرين وعاونت برشا جمعيات البرة، فما اون بريباراسيون بسيكولوجيك، والقانون يقول لك يلزم أو موان اون بيرسون سور لو دو بيرسون سور لو بون، لونترينور أي نوت بيرسون. نو أنا جوي بوندون 3 ماتش كان مع الممرنة، معناتها في ظروف. على خاطر مسؤول آخر مع الممرنة. على خاطر المسؤول الآخر متعاقب زاد. مشكلة هي برنازة. وبلام للرئيس معناتها وفقة. وفقة مقرين السنة صارت لها وفقة كبيرة بالعقابات. وعليه أنت تتصور مقرين معناها مستهدفين؟ علاش شنو المشكلة تاع مقرين؟ على خاطر هنا الكناوي مش على خاطر مقرين. أنا مانيش عارفة علاش. صدقوني لتوا مانيش عارفة العقوبة هذه اللي عطاوها لي بأربع شهور علاش. فيسبوك يقولوا بطلتها هنا الكناوي، الناس مش عارفة شنو اللي صار. القانون ما همش قاعدين يطبقوا فيه. سي دي جون كي ترافاي على فوغليت، يا أوكون ستركتوراسيون، أوكان بروجي، ريان دو تو. لهين كان شكون يبدلوا الاربيتر، بدلوا لي ديزاربيتر زاد لا في دو ماتش بحكايه فارغه، ها باش نطلع الجمعيه هذه، اما باش يخدموا ما يخدموش. خاطر انا باش نقول لكم حاجه اخرى زاد، انا رجعت لتونس نكملوا بها. انا رجعت لتونس ان 2010، بديت معناتها نعاون في جمعيتي وجمعيات. انا باش نحكي كان على السنه، ومانيش باش نرمي روحي الورود والا باش نوري روحي. انا السنه وصلت 27 مليون من مكتوبي لجمعيتي وللناس الاخرين، ومانيش نادمه. سي فو لو فير نعملو. أنا نتحدى كيكونك في الجامعة ولا في الرابطة باستثناء بعض الأشخاص كان واحد منهم يخرج دينار. العباد هذم بيدهم اللي قاعدين خذوا كرسي ويحكموا بالباطل في العباد الأخرين. En plus, ils ne font pas leur travail correctement. هذه قعد رايك بطبيعة مدام هنا، ولو أنه سعد بيخ نختم معك مشاكل مكتب الجامعي لكرة اليد، يعني عشناها تو شهرين التالي وحكينا عليها في الجمعية بتفاصيل، إمكانية حل المكتب، الاستقالات الجماعية، يعني نحسوا أنه مكتب جامعي اليوم خليها في ختام الروبريك هذه أنه لازم حل يعني راديكال للمكتب الجامعي لكرة اليد. والله هو شيء مؤسف، خاصة منتخب لكابر على أبواب مونديال، معناها لازم الناس كل تفيق بهذا. وتحس بني تونس في حاجة باش نربحوا حتى طرح ديمينو في الخارج، باش نفرحوا البلاد هذه، باش الناس تتنفس شوية، باش هذه دور الرياضة، معناها من جزء من دور الرياضة. إذا كانك ماكش واعي كمسؤول بالشيء هذا اللي الوطن متاعك في حاجة ليه، معناها خلي المسؤولية لغيرك. أنا وجه نداء، ولو أني عندي ثقة في الناس كل بو جي يحضر شيطان بيناتهم طنزنطان في حاجة في الهوند، في الباسكيت، في الفوت، في الكل، معناها ساعات يدخل شيطان. يا أخوي يخزيو الشيطان، هذا شو أقوله يا أخوي يخزيو الشيطان، وطبقوا القانون. ما هيش صعيبة رأو ثم قانون، ولو على بابا نطبقوا، ما ثمش حتى واحد شي يقول قانون طبق وكو واضح. أنا كي تلبوني حتى باش نعطي خاطر حكي على تونس كمان، وقت اللي لعبوا شامبيونا في صربيا وقت تلبوني قالوا لي هنا إجا ومشيت وعاونتهم، هما يعرفوا اش عملت معاهم الفريق القومي التونسي، هذاك بلادي مش مزيه هيك ماهيش مزيه واضح. Et aujourd'hui, je me pose la question. Et je vais jeter l'éponge. بالنسبة للجماهير النادي الافريقي 1000، وبالنسبة للجماهير القروية كيف 1000. يعطيكم الصحة. بعد البوب نرجعوا باش نحكيوا شوية رجبي، وخاصة نشوفوا البيست اوف نتاع الموسم الأول للجمعية، وتكون كلمة الختام هنا من الفريق في العدد الأخير من برنامج الجمعية. بقوا معنا، رجعين.